عموما نسأل لينا قنوع محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب حول هذا الاجتماع المرتقب لينا، إلى أي مدى اليوم هذا التراجع اللي عم بيحصل قد يحتسب عدم ربما تخفيف التخفيض من قبل أوبيك بلس بشهر ما بعد يوليو، يعني مع بداية أغسطس إن صح التعبير؟ صباح الخير ميسا. بالفعل يعني أسعار النفط عم تتراجع، أولا هناك ترقب لاجتماع لأوبيك بلس أو الاجتماع الافتراضي بأن يقوم بالفعل، هناك توقعات أو احتمال بأن يقوم بتقليص الإنتاج بعد التخفيض الهائل والتاريخ الذي كان ب 9.6 مليون برميل. يوم نتحدث عن احتمال بتقليص هذه التخفيضات ب 7.7 مليون برميل يوميا، بالتالي هناك يعني الاحتمالات اكبر لان يكون هذا الحديث، خصوصا انه هناك وعود من العراق بانها ونيجيريا بان يكون هناك امتثال اكبر لتخفيضات الانتاج، لكن المخاوف فعلا من تزايد عدد حالات الاصابه بفيروس كورونا وخاصه بولايات امريكيه بكاليفورنيا. سمعنا هناك إغلاقات من المقاهي وعدد من المقاهي والمطاعم وعدد من الأنشطة الاقتصادية، فكلها سوف تؤثر على الطلب. ما زال الطلب هش، وخاصة مع رفع وكالة الطاقة الدولية، كان هناك يعني بعض الأخبار بأن وكالة الطاقة الدولية متفائلة بترفع توقعاتها للطلب 92.1 مليون برميل، وهو أقل من مستويات عام 2019 ب 8 مليون برميل يوميا، لكن مع توقعات مورغان ستانلي برفع توقعاته إلى 40 دولار للبرميل من 35 دولار لبرنت، لكن ما زالت دون الأسعار الحالية، بالتالي الطلب لن يعود إلى مستويات 2019. هناك الطلب ما زال هش، هناك ينتظر المتداولين في السوق بالفعل مستجدات حقيقية حول تقليص الفجوة بين العرض والطلب، لأن ما زال هناك مخزونات وارتفاعات مستويات قياسية في المخزونات. أيضا عم نشاهد رغم تحسن الطلب، لكن أتوقع أن انخفاضات أسعار النفط ستكون في هذه الفترة، هناك ضغط لكن هذه الانخفاضات سوف تكون محدودة في هذه الفترة في ظل غياب أو الضبابية التي تسود حول هل سيتم تقليص الإنتاج وحول موجة ثانية والإغلاقات الاقتصادية في الولايات المتحدة مع ارتفاع عدد الإصابات، وأيضا حول الفجوة بين العرض والطلب. نعم، طيب الأسواق الأمريكية اليوم يعني أمام أحداث مهمة تترقبها فيما يخص نتائج البنوك لينا، يعني إلى أي مدى اليوم قد نشهد تراجعات بهذه النتائج، وخصوصا أنه المخصصات المعدومة قد تكون هي الأكبر التي قد يعني تطال البنوك الأمريكية برأيك، إذا ما قارناها طبعا بال يعني الديون الرديئة بالنسبة لأكبر البنوك الأمريكية؟ نعم، هناك بالفعل سوف تظهر بيانات سواء من بداية هذا اليوم حتى نهاية يوم الخميس عن نتائج في القطاع المصرفي من جولدمان ساكس، من مورغان ستانلي، من سيتي وغيرها من البنوك الأخرى، وهناك توقعات بأن هناك تراجع ب 52% أن تكون هناك التراجعات في القطاع المصرفي. هناك يعني رغم أنه يعني ربما هذه التوقعات أفضل، هناك سلبية ولكن أفضل من التوقعات، يعني سيكون هناك يعني مخاوف من انكشاف هذا القطاع البنكي، فهذه لأنه ربما يقول أنه المحللون احتسبوا تبعات فيروس كورونا، لكن التراجعات ستكون سلبية. نحن شاهدنا أسهم إذا نظرنا إلى الأسواق الأمريكية عم تتراجع، هناك ترقب لنتائج الربع الثاني اللي عم تثير التساؤلات حول كيف ستكون النتائج، هل بالسلبية ولا راح تكون افضل من التوقعات. نحن نتحدث عن شركات التكنولوجيا التي ارتفعت بمستويات قياسيه وحصلت حركه جنونيه في حركه هذه الاسهم، نتحدث عن قيم سوقيه لامازون، مايكروسوفت، فيسبوك، ابل، كلها تقريبا 5 تريليون دولار، يعني كانت هذه الارتفاعات التي شهدناها على اسهم التكنولوجيا نتيجه ان هناك أنها
تأثير جائحة الكورونا سيكون تأثيره محدود على تلك الشركات، وهناك تفاؤل بأن يكون هناك تعافي اقتصادي، لكن التقييمات مرتفعة جدا في أسواق الأسهم. يعني هناك بالفعل أتوقع أن يكون هناك ضغط هائل على أسواق الأسهم الأمريكية، وخاصة هناك المخاوف من موجة ثانية من إغلاقات اقتصادية، من ارتفاع عجز في الموازنة الأمريكية. نتحدث أيضا عن التوترات الأمريكية الصينية اللي عم تسبب أيضا في يعني ضغوطات سواء على أسواق الأسهم الأمريكية وأيضا على أسعار النفط، أيضا هذا العامل الآخر الذي ذكرناه. نعم. فأيضا هذه التوترات وأيضا الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لو فعلا بايدن فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية سيكون هناك ضغط كبير على أسواق الأسهم، وأيضا لو كان لأن سياسته ليست كسياسة ترامب داعمة لقطاع الأعمال، فبرغم أن سياسة بايدن هي أكثر للعلاقات السياسية التجارية بين ستكون أكثر يعني شفافية أو يعني نوعا ما متعاونة أكثر للعلاقات التجارية الصينية، فكل هذه المخاوف تضغط على أسواق الأسهم، لأن المستثمرين على المدى الطويل ينظرون إلى العوائد، لكن يظهر أن المضاربة تلعب دور كبير وتتحكم في أسواق الأسهم في هذه الفترة، فأتوقع أن نشوف بعض التراجعات على المدى القصير نتيجة هذه العوامل. لينا قنوة، محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.